وهيدا مربى التين المعقود بعد ما سكبناه بالمطربانات الازاز المعقمة. دائما عقموا مطرباناتكن لما نسكب فيها اي نوع مخلل عم جهز هلا هيدا التين الناشف اليابس. استخدمت نوع تكون حباته طرية، في تركي في لبناني، في نوعيات مختلفة. منقطعه مثل ما بدنا، بدكم تقطعوه هيك، بدكم تقطعوه مربعات صغيرة، هيدا بيرجع لإلكن ولذوقكن. انا هون طلع عندي تقريبا كيلو وربع، الكيلو بحط له نص كيلو سكر، راح احط لهم هلا 3 ارباع الكيلو سكر. بالنسبه للسكر 3 ارباع الكيلو طلعوا 4 كبايات. استخدمت كوب المقاييس المتعارف عليه. حطيت على هيدا السكر والتين، حطيت عليهم 5 كبايات مي، لانه هيدا التين ناشف ما فيه سوائل، ما راح يطلع مي منه. وهلا ببدا احركهم. مغسله هون معلقتين ينسون ومنقيتهم، دائما اليانسون بنغسله. وهلأ عم حركهم لحتى يدوب السكر معي. بس يدوب السكر معي وبلشوا يغلوا رح خفف النار وخليهم يكملوا استوى. بدهم شي تقريبا ساعة على النار. هلأ التين بدأ يغلي معي، خليت النار تكون وسط، مش على الآخر خفيفة ولا كتير عالية. رح ضيف عليه عصير حبة ليمون، تقريبا معلقتين طعام، كل كيلو بده عصير نص حبة. وبتركن هلأ يغلو على نار هادي ليتقل معي ولتصير حبات التين كتير طرية. إذا طلعت رغوة على وش التين دائما منشيل. بالنسبة للمكسرات يلي بدي ضيفها مع التين المعقود، مربى التين المعقود الناشف، لازم نحمصها بالفرن شوي. ما منضيف الجوز ني ولا منضيف اللوز ني، ولا حتى لو بدنا نضيف كاجو ني، ولا السمسم. السمسم محمص واليانسون مغسول. اذا ضفتوا المكسرات نية جوا المربى بنحصل على مربى احنا بنقله بلبنان مقوطع، يعني بصير المكسرات تطلع زيوتها، بتصير المكسرات تطلع الزيت تبعها جوا المربى وبتصير تعمل خيوط حواليها وبتفسد طعم المربى. لازم نحمصهم شوي بالفرن واليانسون مغسل والسمسم محمص. بالنسبة لهيدا التين المجفف اللي انا عملت مربى تين معقود احنا بنقله، اخذوا مني وقت غلي على النار تقريبا نص ساعة، ازود شوي 35 دقيقة، لانه التينات نوعيتهم طراية مش يابسين كتير. فوقت الغاز او وقت النار اللي بدنا نستخدمه ليعقد معنا هيدا التين ليستوي وليصير الحبات طراية كتير، ما بدنا اياهم يكونوا قاسيين لما يجي ناكلهم يكونوا مثل العلك بيعلكوا، لا بدهم يكونوا طراية وبيدوبوا بالتم. فاخذ معي شي 35 دقيقة لانه حبات التين كتير طرية. ولنعرف انه القوام كتير كويس منطلع حبة ومنقطعها بالمعلقة. اذا بسهولة قطعت معنا معناتها خلص صارت درجة الاستوى كتير مناسبة. هلأ المكسرات انا حمصتها بالفرن، تقريبا حطيتها بخمس دقايق بفرن مشعل وكسرت الجوزات، وهيدا اللوز كمان راح ضيفه هلأ. وهلأ راح ضيف سمسم محمص، السمسم تقريبا معلقتين طعام. كمية المكسرات الجوز واللوز والكاجو، انا بضيف كاجو بس كان خالص من عندي كمان، لازم نحمصه بالفرن. والسمسم هيدا بيرجع لذوقنا. بالنسبة للحلى بدكن اكتر من نص كيلو، 3/4 كيلو سكر، هيدا بيرجع لذوقكم، بدكن تضيفوه مع التين. هيدي كلها بترجع للذوق وللرغبة، كل واحد كيف بحب نسبة الحلى. وبدكم المكسرات ازود اقل، بس جوز بدكم تحطوا جوز لوز كاجو. السمسم المحمص ضروري ينضاف مع هيدا التين، لازم نحط منه هيدا السمسم. هلأ رح اقلبهم تقريبا شي 5 دقايق مع المكسرات على نار هادية واطفي تحتهم. انا طفيت هلأ تحت مربى التين المعقود، القوام هيك كتير مناسب. اذا تقلتوه ما خليتوا فيه قطر بصير كتير كتير ماسك وجامد عنا بالمطربان لما يبرد، يعني ما تخفف القوام على الاخر ابدا، وما بنغليه لدرجة انه ينشف معنا. اذا كانت حبات التين قاسية بنزود من المي على السكر ومنخفف النار ونتركه يغلي. بس اذا كانت حبات التين طرية خلص 35 دقيقة كافي. اذا شد شوي معكم ضفوله شوية مي مغلية وحركوه. اهم شي القوام يكون هيك خفيف او معتدل، يعني بطريقة وسط، لا هو كتير تقيل ولا هو كتير خفيف، عشان كل ما برد معنا كل ما حيمسك اكتر واكتر. هلأ رح اتركه لحتى لي يهدى شي نص ساعة وحطه بمطربانات ازاز معقمة. وهيدا مربى التين المعقود بعد ما سكبناه بالمطربانات الازاز المعقمة. دائما عقموا مطربناتكن لما نسكب فيها اي نوع مخلل، مكدوس، مربى، اللي بدنا اياه. بس يبردوا تقريبا شي 3-4 ساعات اعرف انه درجة حرارتهم نزلت على الاخر، ما في اي حرارة بالمطربان، بسكرهم
وبكونوا جاهزين عندنا كلهم تاني يوم على طول، يعني هيدول ما بدهم وقت. هيك خلاص انطبخ التين الناشف وطبخنا المكسرات وعلى النار عملناهم كلهم سوا وصاروا جاهزين. كثير طعمتهم طيبة، بناكلهم تغميس بالخبز، بتقدموا كأنواع حلويات عنا بالشتاء، احنا متعارف عليه عنا ببلادنا بتضيع بالشتوية، دائما بنعمل أنواع كثير من المربيات، هي بتكون نوع كمان من حفظ للنعمة لما بتتبقى على الأشجار، في كثير أنواع فواكه بتضل، فبنعملها مربيات بهيدي الطريقة وبناكلها بالشتوية طول فترة الشتاء، بتعطي طاقة وحرارة وبتكون كثير مدفية للجسم. بالنسبة لمربى التين المعقود اللي احنا بنسميه هيك او التين الناشف، حبيت صوركم تاني يوم لما بردوا كتير معي كيف لازم يكون القوام بهيدي الطريقة، علشان هيك لما بنشتري تين ناشف ننتبه انه يكون تين طري مش كتير يابس، اذا كان كتير يابس بدنا نزود المي لانه بياخد وقت بالطبخ على النار، وكمان لما تتقل معنا الصلصة اذا تقلت الصلصة اذا ضفتوا مكسرات فيكن تحط شوي مي سخنة ما بيأثر. بالنسبة للقوام هيك بده يكون، ما بده يكون كتير ماسك ولا كتير خفيف بهيدي الطريقة، يعني سهل انه الحبات نقدر نسكبها بالصحن، وهيدي طريقته هيك بيكون، لا قوامه كتير تقيل ولا كتير خفيف، ومن جوا ما بنحس فيه قطر او كتير ماسك على بعضه، بس كمان شوفوا كيف نقدر نشيل حبات التين عن بعضها بكتير سهولة. هيدا لازم يكون هيك قوام مربى التين المعقود.